الحلبة المحوجة أو المغات، أو مش و، أو المغات. طيب نص كوباية حلبة مطحونة أهي، بصوا كده، دي الحلبة الحصى اللي احنا جبناها ونشفناها واتطحنت، عايزة تجيبيها من عند العطار مطحونة جاهزة ما فيهاش أي مشكلة زي ما أنت عايزة أهي، ده شكلها معانا. طيب عايزة أقول لكم على حاجة كمان، ما نكترش منها عن المقدار اللي أنا عاملاه، أنا ممكن كمان أقلل عن نص كوباية علشان ما تبقاش ممررة، خلوا بالكم من حاجة زي كده. معايا معلقتين كبار شمر، معلقتين كبار ينسون، ومعلقتين كبار كراوية، ربع كوباية من النشا، معانا كمان 4 معالق كبار من الكركم اهو، تمام كده. طيب لما نيجي بقى نعمل المشروب نفسه محتاجه ايه؟ محتاجه سكر ومحتاجه سمنه بلدي علشان دول لوحدهم، سمنه بلدي ومعايا سكر. السمنه البلدي بحمر فيها المعلقتين بتوع المغات، لما بيبدا يتحمر زي اكننا بنعمل بشاميل كده، يبدا يتحمر ويغمق شويه، اروح نازله عليه بالميه وابدا ان انا اقلبه، وخلوا بالكم ان المكونات بيبقى فيها نشا فهيتقل معانا، ببدا ان انا اقلبه واروح مدياله السكر المظبوط اللي انا عايزاه. بعد ما بيخلص خالص ويتقل ويديني السمك اللي انا عايزاه، ببدا ان انا اصبه في كوبايات التقديم وازينه بسوداني وجوز هند وزبيب زي ما انتوا عايزين. تعالوا كده نشتغل فيه ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه عايزه اشغل البوتاجاز علشان احمص، بسم الله، احمص التوابل اللي هي الحصى، طاسه ناشفه خالص وهحط فيها كراويه وشمر وينسون، بسم الله. بصوا كده، طاسه على النار بحمص فيها شمر وينسون وكراويه، يتحمصوا كده ويطلعوا الروائح بتاعتهم، وهخلط التلاته مع بعض في الكبه، وبعد كده انخلهم بمصفه عشان اخد المقدار بتاعنا. طيب هعمل ايه كمان؟ هجيب بوله كده وابدا اخلط المقادير اللي احنا هنستخدمها، هو الاتنين حلبه، دي ايه؟ اتنين حلبة، عندي نص كوباية الحلبة اللي هي المطحونة، هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا ايه اللي خلاني دقتها دلوقتي؟ في حلبة تحسوا ان هي فيها تسكيرة، وفي حلبة تحسوا ان هي فيها سنة مرارة، فاللي خلاني دقتها دلوقتي ان انا عايزه اعرف هي دي فيها تسكيره ولا فيها مراره. اللي انا دقتها فيها سنه المراره، معنى ان هي فيها سنه المراره لما تدوقوها ما تحطوش نص كوبايه، عشان لو حطينا نص كوبايه على باقي المقادير بتاعتنا دي هتيجوا تعملوا المغات تلاقوه مرر، فلما تلاقوها مرره انا حطيت معلقتين، ادي 3 معالق كفايه على باقي المقدار، علشان لما اجي اعمل المغات الاقيه مسكر، الاقيه مسكر ما لقاهوش ان هو مديني المراره دي. طيب هحط عليه ايه بعد كده؟ هحط عليه النشا، واحط عليه الكركم والكزبره والكراويه واليانسون، للاسف الشمر والكراويه واليانسون بيتحمروا على النار او بيتحمصوا عشان يطلعوا الروائح بتاعتهم. انا بحمص، بدات الروائح تطلع، عندي ده ايه؟ عندي كراويه وشمر وينسون بيتحمصوا مع بعض، وبعد كده ببدا ان انا احطهم في الكبه وابدا ان انا اصفيهم او ان انا انخلهم علشان يبقى ناعم خالص، والمقدار ده كله هو اللي هيتحط على باقي المكونات. الروايح طالعه في منتهى الجمال، بعمل كده، وادي ده النشا مع الكركم مع الحلبه المطحونه، بخلط كويس جدا علشان ما يبقاش فيه حاجه مديه لون مختلف. بصوا اللون ده عامل ازاي؟ لما نبدا بقى نحط عليه الكراويه والشمر واليانسون هتشوفوا اللون اختلف تماما زي المغات اللي بره. عايزه اقول لكم ان الروائح بتاعت الشمر والكراويه واليانسون وهي عماله تطلع كده، انا بدات ان انا اشم في مناخيري ريحه المغات. انا بدات اشم فعلا ريحه المغات. نعمل كده ونحطه في الكبه. بص انا بعمل كده بس عشان انشف الميه علشان ما يبقاش فيه رطوبه في الحاجه اللي انا بعملها وتبقى مبلوله. بسم الله. الناس اللي داخلين على عندهم حاله ولاده قريب ان شاء الله وعايزين ينزلوا يجيبوا المغات من العطار، احنا ممكن نجيب الحاجه دي ونعمله على ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده حطينا خلاص الشمر والكزبره، راكبه معايا كزبره، الشمر واليانسون والكرويه، ونبدا ان احنا نخلطهم. حطينا الكرويه والشمر واليانسون بعد ما حمصناهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية واحدة، بصوا كده ثانية واحدة اطلعك في وسط الحاضر. بصوا كده، بسم الله، ريحة الكراوية مع الشمر مع اليانسون مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. ببدأ ان انا اخدها وانخلها في مصفى علشان اخد الخليط بودر. بس انا عايزة اقول لكم حاجة، لا لازم تتخلط، لا من قبل ما اخلطها. بصوا انا بعمل ايه، انا ماسكه الخليط في ايدي، بس ريحته هايله قوي، بس انا حاسه ان فيه خشن. انا ممكن ان انا اخلطه تاني في الكبه وما نخلهوش، اخلط تاني في الكبه كويس قوي وما نخلهوش علشان يديني خليط ناعم بودر من غير ما ابدا ان انا انخلط. طحنت الكراويه والسمر واليانسون مع بعض، بص شكلهم، عايزين ان احنا نصفيهم او ننخلهم ما فيهاش اي مشكله، لكن انا يعني طحنتهم جامد قوي كده علشان ما احتاجش ان انا اصفيهم او انخلهم. نونا هو ده شكله عامل كده ليه، غير اللي احنا بنجيبه من بره، غير المغات اللي احنا بنجيبه من بره. ده الكركم بتاعه اقل، ده الكركم بتاعه اقل، بس مش قادره اقول لكم الريحه بتاعته عامله ازاي، مش قادرة اقول لكم ريحته عاملة ازاي. بصوا كده، ده اللي بنجيبه من بره جاهز، ده المغات اللي بنجيبه من بره جاهز. هو ايه الفرق بين الاتنين؟ ده ده الكركم بتاعه كتير. بنيجي نشتري المغات يقولك ايه، انا عايز مغات اصلي اللي هو الريحه بتاعته تبقى نفاذه، مش اي حد نجيبه من عنده. بيبقى ظابط المقادير صح، بيبقى محمص التوابل بتاعته، بيبقى محمص الحاجه ومنقيها كويس قوي، تحس ان الريحه كده مميزه. وفي مغات نجيبه تاني، حاسس ان انا بشرب كركم، حاسس ان انا مش شم ريحه مغات، ده هي حلبه على كركم. ده اللي بيفرق بين العطار والتاني. طيب نونا احنا عايزين الشكل ده، طب ما الشكل ده نزود له كركم، لكن ده الاصلي، ده الاصلي بمكوناته اللي احنا حاطينها بالظبط، هي الاصلي ريحته كمان مميزه، لكن ده كله كركم وحلبه، كركم وحلبه علشان يديكي ريحه المغات مش اكتر، لكن ما بيحطش ده كله. تمام، هنعمل من ده وهنعمل من ده وهنشوف شكله عامل ازاي. عندي لبانه على النار اهي، وهبدا ان انا انزل فيها بالسمنه البلدي، طبعا مغات يعني سمنه بلدي بالشكل ده كده، وابدا ان انا اروح واخده معلقتين من المغات او ثلاثه يبداوا يتحمروا بسيط في السمنه، واكون محضره ميه سخنه، واكون محضره سكر علشان ابدا ان انا اعمل المغات بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسيح الزبده اللي تسيح السمنه، وابدا ان انا احمر. ما تيجوا كده نبص بص عليه بعد ما نزل السمن، بصوا كده، مش ده لون المغات؟ ايه رايكم، مش ده لون المغات اللي احنا بنشربه؟ عشان كان ناس كتير في دماغها دلوقتي ده عمره ما هيطلع بنفس اللون اللي احنا بنشربه، لا ده الاصلي بتاع اللي انتوا بتشربوه. التاني ما بيبقاش فيه اللي احنا حاطينه ده كله، التاني بيبقى عباره عن كركم وحلبه مطحونه وبس، لكن ده الاصل اللي احنا عاملينه. يبدا يتحمر معانا كده، ومحضرين معانا الميه السخنه والسكر علشان نشوف هيبقى معمول ازاي.
يبدأ يتحمر معانا، محضرة المية السخنة، أطش بيه وأسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، أدي المية السخنة بتاعت المغات علشان إيه نسيبه على النار. بسم الله. بالشكل ده كده. خلوا بالكم إن هو عشان فيه نشا فبيتقل، فعلى حسب الكمية اللي أنتوا عايزينها، كوبايتين بقى أو فردين اللي هيشربوا أو أكتر زي ما أنتوا عايزين. عملته بالشكل ده كده، حطيت الميه السخنه، هبدا ان انا احط السكر واقلب لحد ما يتقل شويه والسمك بتاعه يبقى متوسط، وابدا ان انا اصبه. خلوا بالكم لما بيقعد بيتقل زياده. خلاص كده تمام، هسيبه يهدى وبعد كده نبقى نصبه. بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لكم ان هو لما بيقعد بيتقل شويه. ريحته هايله. بسم الله. بصوا هو وقع بره، ماشي امسحه مش مشكله. بالشكل ده كده بنضيف مكاننا وبنسيبه يهدى شويه. في ناس كتير بتاكله بالمكسرات وناس بتحبه ساده، فساعه التقديم بنروح حاطين بوله صغننه كده او حاجه صغيره كده بنحط فيها المكسرات علشان اللي عايز يحط واللي مش عايز ما يحطش. بالشكل ده كده. المكسرات بتاعتنا بتبقى عبارة عن ايه؟ جوز هند، سوداني، وزبيب. المغات بتاعنا شكله عامل ازاي؟ ده الاصلي يا جماعة، المغات مش بلونه الاصفر. بصوا ده كده، ده كده اكتريته كركم، ده كده مغات مغشوش. تشموا اه في ريحة الحلبة بس كله كركم، هو حلبه وكركم لكن مش داخل فيه اللي احنا عاملينه ده كله. ده لما حمرناه على النار ادانا اهو نفس اللون زي ما انتم شايفين كده، بس اصلي، حاجه بتاكلوها اصليه، مش ان هي كركم. باكل كركم، انا مش عايزه حاجه زي كده.